نعم، يعني بالفعل خضر، يبدو أن المعارك ما زالت محتدمة، وخاصة حرب الطائرات المسيرة بين الجانبين الروسي والأوكراني. في آخر التطورات هناك استهداف واسع شنته القوات الروسية على منطقة خاركيف، أدت إلى مقتل 11 مواطن مدني وإصابة 27 آخرين. لكن اللافت في الأمر أن هذه الضربة كانت عبر ضربتين مزدوجيتين على نفس المنطقة. الضربة الأولى أدت إلى مقتل ما يقارب 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين، ومن بينهم امرأة حامل، إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 13 عاما. أما الضربة الثانية جاءت بعد 20 دقيقة بعد وصول فرق الإنقاذ وقوات الأمن، وأدت هذه الضربة إلى مقتل 5 أشخاص آخرين وإصابة 9، من بينهم رجل مسعف ورجل تابع لقوات الشرطة. وطبعا بهذا الاستهداف طالب الرئيس زيلينسكي حلفائه الغربيين بإرسال منظومتي دفاع من طراز باتريوت، وقال بأن هاتين المنظومتين ستغير المعادلة جذريا على أرض الواقع. ووصف أيضا هذه الضربات بأنها تهدف إلى ترويع السكان المدنيين، وخاصة أنها جاءت يوم الأحد أثناء عطلة السكان في أوكرانيا. وبالتالي هذه الضربات نفتها موسكو جملة وتفصيلا، وقالت أنها تستهدف التجمعات العسكرية للقوات الأوكرانية ولا تستهدف المدنيين في تلك المنطقة. أيضا هناك تطورات من خلال تقدم القوات الروسية في محور خاركيف بحوالي السيطرة على تقريبا 278 كيلومتر منذ بدء هذا الهجوم البري للقوات الروسية على المنطقة، وأيضا سيطرت على 12 بلدة، إضافة إلى بلدة أخرى هي بلدة ستاريتسا، أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية في بيانها في صباح اليوم. نعم. مرام، نتحدث عن يعني التحركات الميدانية أو التغيير في خارطة السيطرة، هل هناك تغيير فعلي في خارطة السيطرة على الساحة الأوكرانية؟ نعم، يعني يبدو أن الضربات الجوية إضافة إلى الزحف البري الروسي يؤدي إلى تقدم القوات الروسية، وهذا الأمر باعتراف كل من أوكرانيا والدول الغربية إضافة إلى روسيا في بياناتها المستمرة من وزارة الدفاع الروسية. ليست فقط خاركيف هي المعنية الوحيدة بتغير خارطة الميدان، إنما أيضا في مناطق أخرى مثل زاباروجيا اليوم يتم الحديث عن تقدم روسي وتخوف أوكراني من هذا التقدم في محاولة للسيطرة على زاباروجيا، وبالتالي وضع تلك المنطقة كاستهداف جديد للقوات الروسية، إضافة إلى مناطق الجنوب عبر شن هجوم روسي واسع بطائرات مسيرة على مناطق أوديسا وبولتافا التي تقع في جنوب البلاد، وأيضا مقاطعة ميكلايف المحاذية لخيرسون تم استهدافها ب16 مسيرة روسية حسب ما جاء في من قبل الجيش الأوكراني في بيانه. وأيضا قال الجيش الأوكراني أن هذه الاستهدافات أدت إلى أضرار في مبنى سكني واشتعال حريق تم السيطرة عليه. وبالتالي هذه التطورات أيضا تتناسب طردا مع الهجمات المستمرة الأوكرانية على الداخل الروسي، وذلك من خلال استهداف المقاطعات الحدودية، ومنها مقاطعة كورسك وبلغراد تم إسقاط صباح اليوم 7 طائرات مسيرة على هاتين المنطقتين، إضافة إلى مصفات النفط يوم أمس في مدينة سلافيانسك في مقاطعة كراسنودار أيضا تم استهدافها ب6 طائرات مسيرة. في البداية لم تعطي وزارة الدفاع أي تفاصيل حول الأضرار التي سببها الهجوم، ولكن أعلنت مؤخرا عن وقف تشغيل المصفات التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 4 ملايين طن سنويا، أي ما يعادل 1 مليون برميل يوميا قدر، وتم وقف عمل هذه المصفات، إضافة إلى استهداف مطارا عسكريا في منطقة كراسنودار نفسها. وهذا الأمر طبعا ليست الاستهدافات الوحيدة، إنما كان هناك خلال 24 ساعة استهدافات بحوالي 62 طائرة مسيرة أوكرانية على مناطق مختلفة تقع تحت السيطرة الروسية، ومن ضمنها أيضا شبه جزيرة القرم.
إضافة إلى إسقاط 9 صواريخ أمريكية بالصنع من طراز أتاكامز فوق شبه جزيرة القرم حسب بيان وزارة الدفاع الروسية. مراسلتنا مرام حمسي، كل الشكر لك على مجمل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك مرام.